السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الطلبة، أود أن محاضرتي اليوم عن الحوامض والقواعد. أول ما نبدي بتعريف برونستيت لوري أسد. حوامض برونستيت لوري أسد، علماء دول اثنين، اسم واحد اسمه برونستيت والآخر اسمه لوري. تعريف حامض برونستيت هو كل مادة تنطي بروتون هيدروجين موجب. فمثلا التفاعل الذي أمامكم NH3 بشكل غاز زائدا H2O ما لكويد ينطيني NH4 موجب زائدا OH سالب. أجي أقارن NH3 ويا NH4، شوف الفرق بيناتهم H. فدائما الذي ياخذ هيدروجين نسميه قاعدة، اللي ينطي هيدروجين نسميه حامض. فنجي نقارن NH3 صارت NH4، فإذا هذه استقبلت بروتون، أقارن هذه ويا هذه، هذه قاعدة استقبلت بروتون وهذه اكتسبت بروتون، فإذا هذا حامض وهذا قاعدة، لذلك نقول عليها بيس. هيدروجين موجب، اكسبتر متقبل، اكسبتر متقبل، فهذا حامض هذا قاعدة. نجي أقارن، ما أقدر أقارن هذا ويا هذا، ماكو تشابه. أقارن هذا ويا هذا، أقارن هذا ويا هذا، شوف H2O OH سالب، الفرق بيناتهم H، هذا يسميها هاي دي تنطي حامض، H2O دي تتحول OH، فهذه حامض، هذه راح تصير قاعدة. فتعريف آخر عندنا يقول لك كل حامض يقابلها قاعدة مقارنة، conjugate base، conjugate acid or conjugate base. كل أسيد يقابله كونجيكيت بيس، كل حامض يقابله قاعدة مقارنة. فمثلا نجي هنا NH3 NH4، هاي NH3 سميناها قاعدة، ف NH4 صير الحامض المقارنة كونجيكيت أسيد. كل قاعدة يقابلها حامض، كل حامض يقابله قاعدة مقارنة. فإذا أقول لك بالسؤال identified acid شارحة base conjugate وكاتب لك المعادلة، فأنت تقول لي NH3 صارت NH4 موجب، فإذا NH3 قاعدة، NH4 موجب راح تصير حامض مقارن acid conjugate base acid conjugate. نجي هنا H2O ويا OH، هذه acid، هذه راح تصير conjugate base قاعدة مقارنة. أنا منطيك أمثلة شو وقت تصير conjugate acid، شو وقت يصير conjugate base.